إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من المواقف العصيبة التي لا يسلم من الوقوف فيها أحد خلقه الله عز وجل من البشر كائنا من كان، الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كل أحد سيقف هذا الموقف، عربي أو أعجمي، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، كلنا سنقف بين يدي الله عز وجل، ويكلمنا ربنا ليس بينه وبينه ترجمان. لا ينفعنا في هذا الموقف العصيب إلا الإنفاق في سبيل الله وما قدمنا من الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق على قدر ميل. قال الراوي: فوالله ما أدري ما الميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون العرق من الناس على قدر أعمالهم. هذا يوم كلنا سنقف على مقدار ميل بيننا وبين الشمس، صالحنا وفاجرنا، مسلمنا وكافرنا. فيكون العرق من الناس على قدر أعمالهم، أي على قدر ذنوبهم وخطاياهم. قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يكون إلى كعبيه، أي عرقه إلى كعبيه. قال: ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه. قال: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الله أكبر، لا يستطيع أن يتكلم ولا يتنفس من عرق نفسه وعرق خطاياه وذنوبه. في هذا اليوم الظل الظليل الإنفاق في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الظل الظليل الذي يمنع عنك العرق وحر الشمس في هذا اليوم العصيب كثرة إنفاقك في سبيل الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في قاعدة عظيمة، قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. ظلالك الذي يظلل عليك بقدر إنفاقك وبذلك في سبيل الله عز وجل. انظر
إلى تأثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم لكلامه صلى الله عليه وسلم. قال أحد رواة الحديث: وكان أبو اليزيد، أحد الرواة قال: وكان أبو اليزيد لا يخطئه يوم إلا وقد تصدق فيه بشيء، حتى يتصدق بالكيك والبصل، كل يوم يتصدق بصدقة رجاء أن يدخل في بركة هذا الحديث، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، والإنفاق والبذل في سبيل الله عز وجل يستدفع به غضب الله في الآخرة، ويستدفع به غضب الله في الدنيا. قال سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا حزن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، من أكثر من البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، في وجوه الإنفاق الواجبة كالزكاة، وفي وجوه الإنفاق المستحبة كالصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في يوم الكسوف لما كسفت الشمس، وقال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله عز وجل، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما من يشاء من عباده. قال: فإذا رأيتم ذلك، أي إذا رأيتم هذه العلامة، قال: فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة. فالصدقة مما يستدفع بها غضب الله عز وجل، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الكسوف بالعتاق، بالعتق، بأن يعتق الناس من كان بيده من المماليك وغيرهم. انظر، رجاء أن تدفع عنك غضب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما منا من أحد إلا ويذنب، ما منا من أحد إلا ومقصر، ما منا من أحد إلا وله سيئات وذنوب في العلانية وفي الخفايا، مما يكفر عنك هذه الخطايا والذنوب البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل. حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي، زانية من بغايا بني إسرائيل، زانية، والزنا والبغاء من كبائر الذنوب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البغي أنها رأت كلبا يطيف بركية، أي يطوف ببئر، قال صلى الله عليه وسلم: كاد يقتله العطش، رقت له ورحمت هذا الكلب من الموت عطشا، قال صلى الله عليه وسلم: فسقته بخفها وموقها ماء، أخذت الخف وربطت به الخمار فأنزلته إلى البئر فسقت هذا الكلب ماء، قال صلى الله عليه وسلم: فغفر لها بذلك. بغي، زانية على كبيرة من الكبائر، غفر الله لها لأنها سقت كلبا. بالله عليكم، كيف من سقى آدميا مسلما بشرا يكاد يموت من العطش أو الجوع يحيا بصدقتك، أو مسلم فقير يكاد يقتله المرض والأوبئة تنقذ حياته بمالك وصدقتك، كلاب تسقى يغفر الله عز وجل لهذه البغي لأنها سقت كلبا، كيف من سقى آدميا مسلما فقيرا ينام على الأرض ويلتحف السماء ومسكنه البرايا والعراء، تنفق عليه من حر مالك ومن جود طيبك وكسبك، هذا لا شك أنك ستجد أثره في الدنيا وفي الآخرة. فأقول:
يا أهل المعروف كونوا من أصحاب اليد العليا، قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. يا من أكرمك الله عز وجل وكثر عليك من ماله وفضله وجوده ورزقه، أكثر من الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وانظر كيف حكى الله عز وجل لنا ما الذي يتمناه هذا الذي عاين الموت ورأى ملائكة الموت. قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ما يريد أن يتمتع برؤية زوجة ولا ولد ولا يستلذ بمطعم ولا مشرب، إنما يريد أن يمد في عمره من أجل أن يصدق. قال: فأصدق وأكن من الصالحين. جاء الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصدقات والإنفاق والبذل في سبيل الله عز وجل من الطاعات التي يحبها الله عز وجل، وهي علامة على صحة الإيمان وصلاح السريرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قال: والصدقة برهان، أي دليل على إيمانك، الصدقة زكاة كانت أو صدقة مستحبة. وقد بيّن الله عز وجل من أوائل صفات المتقين هم المنفقين. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة من صفات المتقين الإنفاق. وقال عز من قائل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أول صفة لصفة هذا المتقي أنه يؤتي ماله يتزكى بلا عجب ولا منة ولا فخر، إنما بنفس طيبة. انظر إلى بركة موقف تنفق فيه في سبيل الله، ترجو ما عند الله، لا تريد ثناء ولا مديحا ولا شكرا. انظر ما هو أثر هذا الموقف. جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس للتصدق لإعداد جيش سمي في ذاك الوقت بجيش العسرة لقلة المال في حينه. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، جاء بكمه بألف دينار، وألف دينار في ذاك الزمان لها الشأن العظيم. قال الراوي: فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، أي يقلب هذا المال، فرحا وسرورا منه بهذا البذل وهذا الموقف. فقال صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف من عثمان، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. مقابل موقف واحد من مواقف الإنفاق والبذل في سبيل الله عز وجل. فاحرص أيها العبد على كثرة الإنفاق والبذل في سبيل الله عز وجل، رجاء أن يحفظك الله عز وجل في الدنيا ويحفظك في الآخرة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم ونواصينا لما تحب وترضى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أقيموا الصف وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.